ايوه حاج صلاح بركه يا غالي. صار على البس مباشر اللي بيضرب ده نبيل. والله والله نبيل اللي بتضرب دي. تفكر ايه اللي بيضرب؟ واحد الخنزير اهي صورها اهي الزيت اهو جاله مفيش هنا اهو. بص لا تفشم الزريبه ولا من امتى حاج عاشر؟ هلاقي ساعه هلاقي ساعه دلوقتي بس عليه.